هلا الجسم بشكل عام بده تمرين عشان يضل صحي، هذا الحكي معروف. الانسان الناس متعودين انه تمرين الجسم معروف، وتمرين القلب معروف اللي هو بالرياضات القلبيه. تمرين العقل ايش هو؟ القراءه. العقل تمرينه خلايا بالقراءه بتتنشط. ليش؟ لانه بيحرق سعرات وبتنشط الخلايا وبجددها. كيف؟ بالتخصص تبعه، لانه هو ذاكره تخزين، بيقرأ بتلقى معلومات بيدركها بفاعلها بتفاعل معها بفهمها. فالقراءة في رمضان ضرورية جدا. ليش رمضان غير على الأيام العادية؟ لأنه رمضان النشاط فيه بيزيد والتركيز بيزيد فيه أكتر، لأنه الجسم يستخدم طاقة الدهون فيه صح. مش طاقة الأكل. إحنا عندنا مفهوم إن إحنا دايماً في رمضان ما نقدرش نعمل أي حاجة صح. حتى ما نقدرش نتكلم يعني ما عندناش تركيز أصلاً هذا. حضرتك تعرفنا ان لا احنا تركيزنا في رمضان. نعم، هذا الناس اللي تعودوا عليه للاسف. انا صايم ابعد عني، انا صايم معصب، انا صايم شغل اخف، بالعكس مش مركز انا صايم. ايوه، بحط لنفسه اعذار الانسان، يعني هو بحط لنفسه اعذار او معوقات عشان هو انه ما بده يتعب او يعطش او يصدع بزياده او هيك صح. لا، هو التركيز بيزيد في رمضان لانه انت ما بتلهي فكرك بشيء ثاني، بتنسى خلاص انا صايم ما بدي أفكر بالأكل ولا أشرب لأنه مطول الموعد. فأنا بدي ألهي نفسي بإشي تاني، بدي أشغل نفسي وأضيع وقتي بإشي تاني، أضيع وقتي بالقراءة صح. ليش؟ عشان أمرن عقلي وأستفيد وأقضي وقت، لأنه القراءة بتقضي وقت ترى كبير. لأنه أنت وانت بتقرأ والله لازم أشوف شو هاي الفكرة، بتخلص الصفحة لا بدي أشوف بعدين شو بيحكي لا كذا، فأنت بيمشي عليك الوقت بالفضول. الفضول فالفضول بيخليك تقطع أكتر وتركز أكتر، تضيع وقتك أكثر صح. وبتنسى الشغلات الثانية. الأيام العادية وانت بتقرأ بيجي عبالك عصير، بيجي عبالك مكالمة تليفون أيوة. أو أكلة مثلاً أكلة كذا، فبتنعس صح. كمان بتنعس الأكل بيخليك تنعس صح. تنعس بترمي الكتاب وخلاص تقطع القراءة. رمضان ما بتقدر، بضلك نشاط 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 حتى ما بتنعس. لأنه الصيام معروف لما بيستخدم الجسم طاقة الدهون، طاقة الدهون عالية جداً، تعطيك نشاط مضاعف صح. ما بتشعر في النعس فيه صح. نعم. عاصم عندك كتاب نعم. اللي هو التوافق الغذائي في الإعجاز القرآني، أحس أنه كتاب رمضاني. نعم، خبرنا عنه أكثر، شو محتوى؟ هلأ هو يبحث الطعام والشراب في القرآن الكريم. أوكي. الأكل في القرآن الكريم، عدده، أوقاته، كيف تأكل، كيف تشرب. أوكي. شو تجمع بالأكل، شو تفرق بالأكل، يعني 360 صفحة تقريبا عن الطعام والشرب. اختار صفحة وتشوف شو طلع وخبرنا عن السر من أسراره. طيب، محتوى الكتاب جميل، أنا نقرأه في رمضان بنات أكيد. أكيد احنا عايزين نصح منه تاني إما نتخنق عليه. هاي مثلا اللحم. اللحم طبعا ورد في القرآن الكريم 7 مرات. وورد يؤكل مفرد وورد يسبق بالفاكهة. أوكي. احنا الغلط المتعارف على الناس دائما بيخلص الاكل وكذا بعدين بنزل بالفاكهه صح. تكون بعد هذه بتكون بعد، لازم قبل. انا او معه. انا الفاكهه بتفتح نفسي. نعم ايوه، اكلت فاكهه ممتاز اجوع. في ناس تاكل فاكهه تشبع، انا بحس انا بجوع. هلا الفاكهه فيها ميزه، نسبه الماء فيها 90% فاكثر. وفيها سكر الفاكهه وفيها الياف اسموزيه، يعني مساعده على الهضم بشكل رهيب. واللحم صعب الهضم جدا، وبحتاج لما ينزل للمعدة بالجهاز الهضمي تقريبا 3 ساعات. فأنت لما تاكلي مع أول شيء مش حتكتري كتير، لأن فاكهة نسبة ماء وألياف حتشعري بالشبع، والسكر الموجود في الفاكهة حتتغذى عليه بكتيريا الأمعاء وحيهضم اللحم بشكل ممتاز صح. عاصم بدي أسألك سؤال. هلأ في ناس بتمل كتير من القراءة، يمكن لأنها اختارت كتب ما بتشبه اهتماماتها أو يعني ما بتناسب اهتماماتها يا الشخص. أكيد طبعاً لما تختار أنت كتاب مش بمجالك أو المهتم فيه راح تتشتت، مش راح تركز بالفكرة. الفكرة مطلوب أنها توصل لك جواب معين أو شيء، بس أنت مش مركز لأنه خارج اهتمامك. فأنت إذا بدك تعلم إشي جديد خارج اهتمامك لازم تركز فيه بزيادة، تفهم شو المطلوب من هاي الفكرة، شو المطلوب من هاي الجملة، شو قصده بالمعنى هذا. فبدها تركيز شوي الشغل. بس اللي أنا أعرفه أنه لما أجي أقرأ كتاب بكون واخده كتاب يعني بعيدا عن اهتمامي، حاجه ببقى عايزه اعرفها او اتعلمها. حلو. يبقى ازاي مش هعرف اركز فيها؟ لا، هو انت حابه تتعلميها بدك تعرفيها، حتكوني مركزه كل مداركك وكل حواسك اني بدي افهم. الان قرات 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 ما فهمت من الصفحه الاولى، بدي اشوف على الجواب من الصفحه الثانيه او الثالثه، بركز بركز ما لقيت اللي بدي اياه
بدي أدور على نفس الفكرة لكاتب آخر، أشوف ناس تانين شو بيحكوا، مختصين تانين شو بيحكوا، بصل الفكرة اللي بدي إياها. ترى مش كتاب واحد بيعطي الفكرة كاملة، بدك تجمع المدارك وتجمع وتشوف شو حكوا اللي قبلك وهيك.